أعلنت منظمة الصحة العالمية أن القتال يشتد حول مستشفى ناصر بقطاع غزة، مشيرة إلى أن المستشفى لن يتمكن من مواصلة العمل إذا لم يتسنى وصول المزيد من الإمدادات إليه. وخلال مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، قال إن الوضع حول مستشفى ناصر أصبح أسوأ ومن الصعب وصول المصابين إليه بسبب زيادة حدة إطلاق النار. Food, shelter.